خلينا قبل ما نبدأ ونقول نصايح الجولة 36 نفكركم ان في الجولة 37 في 6 فرق هتلعب ماتشين. الست فرق دول مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، ارسنال، نيوكاسل، برايتون. بالتالي لازم وانت بتفكر تجيب لعيبة للجولة 36 تحط عينك على الجولة 37. ارسنال بينافس على الدوري، بالتالي لازم تركز قوي ان انت تجيب لعيبة من عنده. اول حاجة لازم نتكلم عليها هي ساكا. طبعا ساكا نجم الفريق السنة اللي فاتت، السنة دي مشارك في 27 هدف، مسجل 15 وصانع 12. بالتالي ساكا مهم جدا يكون موجود في فريقك الجولة دي والجولة اللي بعد كده. ساكا السنة دي هو تاني اكتر لعيب جايب نقط بعد واتكنز، واكتر لعيب نص ملعب جايب نقط. واللعيب التاني اللي لازم نركز عليه فيل فودن. طبعا جوارديولا عارفين ان هو بيحب يعمل تغييرات كتير في ماتشات مانشستر سيتي، ولكن مع منافسته على اللقب الفترة اللي جاية مفيش لعيب هيريح، واكيد عندك اختيار زي دي بروين مهم جدا. فودن السنه دي مساهم في 23 هدف، مسجل 16 وصنع 7. مهم جدا فودن يكون موجود في الفريق. كمان دي بروين اختيار كويس جدا، ان اللاعب لعب 11 ماتش كاساسي، مساهم في 12 هدف، مسجل 4 وصنع 8. ولو رحنا لتوتنهام عندنا اختيار برده زي بيدرو بورو كويس او روميرو في الدفاع. بيدرو بورو السنه دي عامل 8 اسيست، رقم كويس جدا لمدافع او ظهير ايمن. وروميرو كان بيسجل قدام ارسنال، وعارفين ان هو مدافع كويس ومتميز في الكرات الثابته. كمان في اختيار كويس جدا على الرغم ان هو بيتعرض لانتقادات كتيره، نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، لعيب كويس جدا، مهاجم منتخب السنغال الاساسي، على الرغم ان هو بيضيع فرص كتير جدا، ولكن هو مسجل 10 اهداف وصانع 5 اهداف السنه دي. كمان بيظهر بشكل كويس جدا في الخط الهجومي، فبالتالي مهم جدا يكون برده جاكسون موجود في فريقك. في لعيبه كتير عايزين نتكلم عليها من كل الفرق، بس انا مش عايز اتكلم عن برايتون بصراحه. برايتون السنه دي بيقدم واحد من اسوء مواسمه، مش مهم تجيب منهم لعيبه السنه دي.